ده لازم وقف، انه لا شو العذاب. يسعد اوقاتكم، جيت على التلمون من فترة، جيت عليه كان المحلات معظمها مسكرة، بالأحرى كلهم بس الكارفور. هلأ الكافيهات مسكرة وكم محل فاتح مو أكتر. أشوف طبعا تانا مول من مولات المراكز العربية، مميز وحلو بس صغير، برمي ونص يكون خالص. أبي فاضي المول، المحل تيابه حلوة، في منه بالناحية. الفود كورت والألعاب تصفر وصفران، ضعيف ضعيف المول تماما. ممكن في محل اسمه إنك مسكر، صفر صفر كل الموظفات. نسيت أنا من أي باب دخلت، صايم من باب الكارفور مع ست، صلي ساعة ساعة أكثر من ساعة الكارفور نفسه. بالعادة أنا بنزل على الباركينج بتبقى السيارة باردة، بس اليوم مدخل الباركينج مسكر، صار ليش؟ بس يفور مفتح الباب من طرف الكارفور، بس مفتح هذا الباب ما بعرف شو بتفرق. ستاند جديد والله، الله رجع الحياة مثل ما كانت. كنا بنعمة ما حاسين فيها، بس ما مقدرين عظمة يعني. إن شاء الله نعيدها خير، بس نشتري لبس العيد إذا قلنا حنعيد. No.